السلام عليكم. ترسم التقارير الدولية بشأن الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان صورة تشاؤمية حيال المصير الذي تتجه إليه البلاد بعدما هوت قيمة العملة اللبنانية وتراجعت احتياطات المصرف المركزي إلى مستوى 10 مليارات دولار، مع معدل استنزاف من هذه الاحتياطات بنحو 300 مليون دولار في كل أسبوعين كما يقول البنك الدولي. في هذا السياق وعدت أكثر من 40 دولة ومؤسسة دولية فضلاً عن البنك الدولي بتقديم منح وقروض للبنان تصل إلى 15 مليار دولار شريطة إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد اللبناني ومعالجة بعض المشاكل الأمنية وإيقاف تجارة المخدرات. لكن بالرغم من ذلك تشتكي هذه المنظمات من تباطؤ الإصلاحات على الأرض وعدم تناسبها مع حجم التهديد الذي يواجه البلاد، وتتهم المنظمات الأممية والدولية الطبقة السياسية المهيمنة على لبنان بالوقوف وراء الكساد بشكل متعمد وممنهج. وتأتي هذه الاتهامات وسط هجمات تزداد يوما بعد آخر على المصارف اللبنانية من قبل مودعين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب، نبحث فيها أزمة لبنان الاقتصادية وأبعادها السياسية مع ثلة من المراقبين اللبنانيين، على أن تأتيكم التفاصيل بعد متابعة تقرير محمد وهبة. مودعون يقتحمون البنوك بحثا عن أموالهم المحتجزة فيها، ومعدلات تضخم وارتفاع في الأسعار لم يشهد لها البلد مثيلا في تاريخه الحديث، بل وصلت الأزمة حدا تجاوزت فيه معاناة الفقراء ومحدود الدخل في لبنان لتعبر الحدود نحو البعثات الدبلوماسية في الخارج، ليتوقف تحويل النفقات التشغيلية للبعثات الدبلوماسية منذ 8 أشهر، ولتنقطع رواتب السفراء والدبلوماسيين منذ نحو 4 أشهر. الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية في لبنان تتواصل للسنة الثالثة على التوالي، ويستمر انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، ومعه تنهار القدرة الشرائية للمواطنين اللبنانيين، وبالتبعية يهوي المزيد منهم تحت خط الفقر دون أي بارقة أمل حقيقية تؤذن بانكشاف الأزمة أو حتى تخفيف حدتها. وبحسب محللين فإن الأزمة في لبنان سياسية في المقام الأول وليست اقتصادية، فلبنان يواجه تداعيات صراع النفوذ بين المحاور الإقليمية والدولية وارتهان القوى اللبنانية الفاعلة لأجندات تلك المحاور على حساب الدولة اللبنانية ومصالح الناس. افتتحت الجلسة. وأمام تلك الصورة القاتمة فالمستقبل في رأي كثيرين لن يحمل شيئا إيجابيا ما لم تعالج مسببات الأزمة وجذورها، فالنظام السياسي القائم على تقسيم المجتمع إلى طوائف متنازعة دينيا ومذهبيا وعرقيا هو نظام يضرب مفهوم الدولة الوطنية في مقتل، ويعود بالمجتمع إلى مفاهيم الاستقواء بالقبيلة والعشيرة بدلا من اللجوء إلى قانون الدولة ومؤسساتها. من هنا فإن الحل بحسب ما يراه الخبراء يكمن في نبذ الصراعات التي أشعلتها التقسيمات الطائفية ومحاربة الفساد الذي وجد في تلك الطائفية ملجأ آمنا، والعمل تحت راية الدولة الجامعة لمواطنيها بمفهومها الواسع، مفهوم يحقق للناس الحياة الكريمة والمساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية المنشودة. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا في الاستوديو طارق شندب، أستاذ العلوم السياسية، ومن بيروت عبر سكايب وائل نجم، الكاتب والباحث، وعبر الهاتف من بيروت أيضا إلي محفوظ رئيس حركة التغيير. أهلا بالجمع الكريم مع حفظ الألقاب. نبدأ في الاستوديو، نريد أن نتحدث معك أو نسألك ابتداء عن المستوى الذي وصلت إليه الأزمة اللبنانية الخانقة. يقولون كثيرا أن الوضع خطير والبلد مهدد وإلى آخره، لكن لو تحدثنا عن عمق هذه الأزمة إلى أي مستوى وصلت؟ أولا تحية لك ولضيوفك ولكل السادة المشاهدين، موضوع مهم جدا يهم كل لبناني. أهلا وسهلا. هذا وكل عربي أيضا. نعم، وكل متابع عربي وكل محب لهذه الأمة وللبنان. هذا الموضوع أقول لك باختصار أن الأزمة وصلت في لبنان إلى حالة القعر،
لبنان كان يسمى سويسرا الشرق الأوسط، الآن أصبح بلداً يلجأ منه اللبنانيون إلى الخارج، يهربون في البواخر. اليوم بالذات هناك باخرة عليها هاربين من لبنان يريدون اللجوء إلى أي دولة تأمين للقمة العيش فقدت على سواحل إيطاليا. قبل يومين فقدت أخرى على سواحل اليونان وسواحل تركيا. الناس تخرج في البحر، تصور هذا الحالة التي وصل إليها الناس. مستوى المعيشة متدهور جدا. راتب الموظف العام كان يتراوح حوالي 1200 دولار، أصبح يساوي 100 دولار. الحالة الاقتصادية صعبة جدا، لا أكاد أجزم لك، لا كهرباء، لا ماء، لا طبابة. كل يوم هناك مشاكل فيما يتعلق بتسعير سعر الفيول، البنزين، الخبز. هذه الحالة هي حالة نتيجة تراكمية لحالة الفساد المستشري في لبنان، ونحن الآن في قعر جهنم كما قال رئيس الجمهورية للأسف، الذي هو كان وفريقه السياسي وكل فريق الفساد في لبنان أحد أسباب ما وصلنا إليه. طيب. لذلك الحالة سيئة جدا، والوصف لا يمكن أن نعطيه لحقيقة الواقع للأسف. طيب لو ذهبنا إلى بيروت وتحديدا مع الأستاذ وائل نجم، يعني التقارير الدولية تتحدث، وخصوصا هناك البنك الدولي يقول بأن لبنان على شفا حافة الانهيار الاقتصادي. أسألك إذا ما كانت هذه التقارير يعني بنيت على معايير ومعطيات دقيقة، أم أن هناك يعني قدر من المبالغة إذا صح التعبير؟ تحية لك أولا أستاذ جهاد ولضيوفك الكرام ولمتابعي قناة الرافدين ولهذا البرنامج قضايا العرب. أهلا بكم. صحيح الوضع في لبنان كما تفضل أستاذ طارق عندك في الاستديو، الوضع في لبنان صعب جدا. الوضع في لبنان بلغ مستويات من الأزمة الاقتصادية ومن انسداد أفق الحلول السياسية مبلغا للأسف الشديد كارثي، لكني لا أقول إنه وصل إلى حالة الانهيار، لم نصل بعد إلى حالة الانهيار، على الرغم من التوصيف الذي تفضل فيه الأستاذ طارق. الناس صحيح تحاول أن تفر من البلد نتيجة الضائقة الاقتصادية وعبر مراكب الموت في البحر المتوسط أو غير ذلك، لكننا لم نصل بعد إلى حالة الانهيار، لأننا عندما نتحدث عن انهيار اليوم الدولة ما زالت بقايا الدولة موجودة، مؤسسات الدولة ما زالت قائمة وإن تراجعت في أدائها، ورغم الفساد المستشري في مؤسساتها ورغم انسداد أفق الحلول السياسية لا زالت موجودة. ولا نريد أن نقول إننا وصلنا إلى حالة الانهيار وانهارت الدولة. الدولة لم تنهار، صحيح تعثرت، صحيح تراجعت، صحيح تراجع كل شيء، لكننا عندما نعترف بالانهيار عند ذلك نقول عندها سنبحث عن الحل، سنبحث عن البديل، والبديل هو في إقامة نظام سياسي جديد، وهو ما مطروح من بعض. ما زاد الحديث أستاذ وائل، ما زاد الحديث عن البديل باكرا، سنتحدث عنه بشيء من التفصيل في المحور الأخير من هذه الحلقة، لكنك يعني أنت توافق على التقارير الدولية وأنها بنيت على معطيات دقيقة، لكن أريد أن أسمع من فم أهلها إذا صح التعبير، من الأستاذ إلي، أذهب إليه عبر الهاتف معنا. أستاذ إلي أهلا وسهلا بك. لا شك أن لدي معطيات وأنت تعلم بها، لكن من باب التذكرة للمشاهد الكريم أيضا والتعريف للمشاهد العربي أنقل لك هذه المعطيات لتجيبني عنها. بعد أن كان لبنان مقصدا للباحثين عن العمل والرفاهية، تقول تقارير اللجنة الدولية الاقتصادية والمجتمعية لغربي آسيا إسكوا، تقول إن 80% من اللبنانيين صاروا في طبقة الفقراء. كما تذكر أيضا منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن أكثر من نصف العائلات اللبنانية لديها ولد على الأقل يعاني من مشاكل غذائية، من سوء تغذية. أنا أسألك هنا يعني كيف وصلت البلاد إلى هذا المستوى وأنت الخبير الاقتصادي والمتابع الدقيق لما يجري في لبنان؟ بداية تصحيحا، أنا يعني لست بخبير اقتصادي، أنا رجل قانون ورئيس مجموعة سياسية في لبنان ومن قادة الرأي، لكن الأزمة الاقتصادية في لبنان مترابطة كليا مع الأزمات السياسية المتراكمة والمتتالية. لكن عم ندور حول حلقة مفرغة دائما، نحكي عن قروض، نحكي عن هبات،
نحكي عن صناديق دولية مانحة، نحكي عن دول صديقة للبنان ترغب بالمساعدة لكن تضع سلة من الشروط والأولويات. الحكومات المركزية الموجودة بلبنان عقيمة، لا يمكنها أن تطبق أي حرف من كل الشروط أو البنود التي تصل إلى لبنان لكي يبدأ هذا المجتمع الدولي والعربي تحديدا بتقديم المساعدة للبنان. عندنا أزمة حقيقية وهو أن لبنان يخضع لهيمنة ميليشيا تمثل دولة اسمها دولة إيران، هالقد ببساطة الموضوع. لكن النظرة التشاؤمية اللي عم بسمعها من كتار، وطبعا حقهم ينظروا نظرة تشاؤمية، أنا ما بدي مش عم بستنبط، لكن اللي بيقرأ تاريخ لبنان بيعرف أنه هذه مرحلة سوداء لن تطول. لكن أستاذ إلي ما علاقة أبقى معك، ما علاقة إيران وتقرير البنك الدولي يتحدث عن أن المشكلة لها جذور تمتد ربما إلى 3 عقود، يعني إلى مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الأهلية، يعني قضية تراكمية الطبقة السياسية التي حكمت منذ ذلك الحين هي المسؤولة عما وصلت إليه البلاد، فبالتالي يعني ما علاقة إيران فيما يحصل؟ عظيم سؤالك، كثير بمحله. التحليل المنطقي والقراءة السريعة بتقول انه لماذا انفجرت الاوضاع الاقتصادية على هذا النحو خلال السنوات الاخيرة الماضية؟ لانه تمادت قوة ميليشيا حزب الله داخل التركيبة اللبنانية، لانه حزب الله ضرب المصرف وبنى مصرف خاص له، ضرب المستشفى وبنى مستشفاه الخاص له، ضرب المالية العامة وطلع يتباهى زعيم ميليشيا حزب الله يقول انا املك الدولار. حتى لو وهو بدي ذكر خطاب موثق بيقول رح يجي وقت حتى الدولة ما رح تقدر تدفع رواتب، لكن نحن كحزب الله سنستمر بدفع الرواتب وسنستمر باستعمال الدولار الأمريكي اللي أصلا عم يوصل بكميات، ومش عبر المعابر غير الشرعية، عبر المعابر الشرعية التي تخضع كليا لمشيئة هذه الميليشيا. سؤال بمحله أستاذ الكريم، لماذا نقحم إيران بهذا الموضوع؟ لأنه القياديين الإيرانيين على أعلى المستويات هم من قالوا أنه بيروت هي أحد العواصم التي تخضع لطهران، هم من قالوا بأنه حزب الله هو الجيش السادس التابع لإيران، هم من قالوا بأنه المجلس النيابي اللي حصل على الأكثرية النيابية هم هؤلاء يؤيدون طهران. إيران تستعمل لبنان كساحة في تجاذبات علاقاتها الإقليمية والدولية. نحن صندوق بريد. ليش انفجر الوضع اليوم؟ لأنه حزب الله ساهم بشكل كتير كبير ومعه رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بعزل لبنان عن محيطه العربي والدولي. اليوم عندك رئيس جمهورية لا يستقبل ولا يستقبل، كان في مناسبة بالأمم المتحدة اللي يجرؤ رئيس الجمهورية على الذهاب لهناك لأنه ما قدر ياخذ ولا أي موعد مع أي من قادة رؤساء الدول وحتى المسؤولين. من هون عم نقول أنه انتشال لبنان من العزلة يبدأ من تفكيك هذه الهيمنة، وقد قالها البطريرك الماروني مرارا وتكرارا، يجب تفكيك الشرعية من هيمنة ميليشيا التي تحكم سيطرتها عليه. هون بدي ذكر أنه نحن ما عم ننتقد حزب الله هيك بالعدم، حزب الله اليوم مدرج على 47 عند 47 دولة كمنظمة إرهابية، 20 دولة بتعتبره شبيه بالقاعدة وداعش. لذلك عم نقول بأنه قبل معالجة الاقتصاد يجب معالجة السياسة، والسياسة لا يمكن معالجتها طالما لبنان يخضع لهذه الهيئة. أنت تحدثت عن مسؤولية حزب الله في هذا المقام، وهنا أنتقل الاستوديو مرة أخرى. أستاذ طارق، يعني كما لو أن الحديث يبرئ ساحة السياسيين الآخرين وأن يعني حزب الله شر محض وهو الذي دمر البلاد ولم يبقي شيئا فيها، يعني الرجل يعني ماذا عن الطبقة السياسية الحاكمة؟ ما مسؤوليتها عما وصلت إليه البلاد اليوم؟ تحالف الفساد والإرهاب في لبنان، أي تحالف حزب الفساد في لبنان الذي يضم معظم الطبقة السياسية في لبنان مع ميليشيا حزب الله الإرهابية، فتقاسموا السلطة السياسية وتقاسموا الفساد في البلد، كل بما يريد، الأول يغطي الثاني والثاني يغطي الأول، فسقط البلد. لكن معذرة تقريبا لا تكاد دولة عربية أو في المنطقة تخلو من فساد بدرجة أو بأخرى، لماذا يرمى دائما على ساحة مثلا حزب الله؟ لماذا أنا لم أقل فقط حزب الله، قلت لك تحالف الفساد والإرهاب، وحزب الفساد في لبنان هو الآن أكبر الأحزاب، يضم أعضاء من كل الأحزاب اللبنانية،
من كل الأحزاب اللبنانية. يعني كيف تتجلى مسؤولية حزب الله هذا؟ من حزب الله، من حركة أمل، من المستقبل، من التيار الوطني الحر، من القوات، من كل الأحزاب، كلهم تشاركوا مع حزب الله في الحكومات منذ يعني أقله من 15 سنة حتى اليوم. هذه المشاركة، هذه الحكومات هي كانت مسؤولة عن السياسة التي وصلنا إليها اليوم. عملية سقوط الحكومة أو سقوط الدولة إن صح التعبير والفساد المستشري لم ينشأ منذ البارحة أو منذ شهر أو منذ شهرين، إنما هو عملية تراكمية لعمليات سياسية فاسدة تشارك بها الجميع. حزب الله عجل في إسقاط الحكومة أو في إسقاط البلد بموضوع أنه أسقط هيبة القضاء، أسقط هيبة المؤسسات، غطى كثير من السياسيين الفاسدين وتشارك معهم في موضوع إن جئنا نتحدث عن تجارة المخدرات، نتحدث عن زراعة المخدرات، نتحدث عن تفجير مرفأ بيروت، نتحدث عن اختيار رفيق الحريري. وإن يكن كل هذه المسؤوليات هل هي كافية لأن تصل البلد إلى هذا المستوى؟ نعم، عندما تحدث اليوم عن عجز في ميزانية الدولة 250 مليار دولار، يعني عجز في كل الميزانيات، عندما تكلم على أن أموال المودعين سرقت، عندما تكلم على أن ولا دولة أوروبية أو عربية مستعدة أن تثق بتلك الطبقة السياسية. وأنا أستغرب عندما يتحدث البنك الدولي أو المجموعات الداعمة أو عندما يطالب السياسيين الدول بدعم لبنان، كيف يمكن أن تثق هذه الدول مرة أخرى بنفس الطبقة السياسية؟ لأن معظم تصريحات السياسيين الدوليين، وبالأخص مثلا أنا سمعت حديث أمير قطر في خطابه في السعودية في القمة الأخيرة مع بايدن، والبارحة في الأمم المتحدة، يتكلم على أن السياسيين في لبنان وفي العراق يعتبرون الدولة مكسب ومغنم، وقال عليهم أن يتوقفوا عن ذلك، أي أن المجتمع الدولي كله والعرب بالذات، القادة العرب يراقبون ويعرفون أن الطبقة السياسية في لبنان هي الفاسدة. كيف سرقت أموال الناس؟ أين ذهبت المليارات؟ من سرقها؟ هل يعقل أن تسرق كل إيداعات الناس في البنوك مليارات الدولارات، وإيداعات البنوك وإيداعات الدول الخليجية في البنوك اللبنانية التي قدمت للمساعدات، ولا يتم توقيف أي مصرفي أو صاحب مصرف أو مدير مصرف؟ من يحمي تلك الطبقة السياسية الفاسدة؟ كل الأحزاب لديها مدراء مصارف، كل حزب لديه مصرف، أو كل طبقة أو كل طبقة سياسية لديها مصرف. الشيعة لديهم مصارف، السنة لديهم مصارف، المسيحيين لديهم مصارف، والكل يغطي الكل. وعلى هذا المبدأ لا يمكن للقضاء أن يتحرك ويقوم بواجبه. إذن لأختصر لك الموضوع، الطبقة السياسية كلها إن لم نقل كلها بالمعظم مشاركة بالفساد إلا من رحم ربي، وحزب الله أحد أركان تلك الطبقة السياسية الفاسدة. حتى لا نبرئ ذمة الآخرين، وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال يوسف فنيانوس موضوعون على لائحة العقوبات الأمريكية بسبب الفساد، جبران باسيل موضوع على لائحة العقوبات بسبب دعمه للإرهاب والفساد. نعم. ليس فقط بسبب، يعني هؤلاء ليسوا من حزب الله، ولكن هم شركاء حزب الله. حزب الله غطاهم ويغطيهم، وهم يغطونه في كثير من الأعمال الإرهابية، وهو يغطيهم بالفساد. وهذا الوضع نريد أن نبحث بعد قليل عن إلى أين سيصل لبنان في ظل إذا ما استمرت هذه المتوالية. نتابعوا حديثنا بعد وقفة قصيرة. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. أهلا بكم مرة أخرى، وهذه عودة لاستئناف الحديث بشأن الأزمة المعيشية والاقتصادية والسياسية الخانقة التي يشهدها لبنان. أذهب إلى بيروت مع الأستاذ
وائل، يعني نحاول أن نغوص قليلا في يعني في مستوى أعمق لنبحث ونسبر هذه المشكلة. يعني لبنان بلد معروف أنه ليس عظيم الموارد، ليس فيه موارد كثيرة، وبلد خدمي بالدرجة الأولى، وهذا يعني بالتالي يعني إمكاناته محدودة. هذا يقودنا إلى الحديث عن أسباب اقتصادية محضر ما يواجهه من مشاكل، لكن في المقابل فرق سياسية تتصارع فيما بينها وتتنابذ على أساس طائفي مصلحي محض أيضا، وهذا يقودنا إلى الحديث عن أسباب سياسية. مع أي الفريقين أنت؟ كيف ترى أن جوهر المشكلة، سياسي أم اقتصادي؟ الآن لبنان يعاني من مشكلة مركبة فيها جزء اقتصادي طبعا، وأنا أريد أن أضيف إلى ما تفضل به الضيفين الكريمين طبعا شق داخلي له علاقة بالفساد، وأنا أضيف شق خارجي له علاقة أيضا ربما أشار له الفساد إليه قبل قليل، التدخل الخارجي وليس من طرف واحد كما أظن، من مجموعة أطراف مختلفة، وكل ذلك يعقد ويتخذ من الساحة اللبنانية أو من لبنان ساحة لتصفية الحسابات وإدارة الصراعات وما سوى ذلك. الأزمة لها شق اقتصادي له علاقة بالفساد الموروث من فترة الحرب الأهلية ومن بعد الحرب الأهلية إلى الآن، وهناك شق سياسي أيضا له علاقة بالاستحواذ والسيطرة على البلد. وللأسف الشديد هذا النظام السياسي القائم حاليا لو طبق بشكل جيد وبكل البنود التي تضمنها ربما لوفر علينا الكثير ولا أنتج صيغة ترضي الجميع وتجعل نوع من المعادلة المتوازنة داخل البلد، لكن طبق بانتقائية وهو ما أوصل إلى الحالة التي نعيشها اليوم من أزمة سياسية خانقة وحادة. كل مكون من المكونات الموجودة فيما يعرف بالديمقراطية التوافقية داخل البلد يعيش حالة من الهاجس وحالة من القلق من الأطراف الأخرى، ويريد أن يحصن موقعه ويزيد من هذا التحصين داخل بنية الدولة، وهذا يكون على حساب الآخرين وعلى حساب بنية الدولة أيضا، في حين أن الملاذ الحقيقي للجميع يجب أن تكون الدولة العادلة الديمقراطية المدنية التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون وتكون للجميع. والنظام السياسي الذي يعني أفهم من كلامك أستاذ وائل أن المشكلة في جوهرها سياسي لكن ظاهرها اقتصادي، هل هذا ما فهمته صحيح؟ هي بالضبط، هو الأساس فيها أنا تقديري الآن هو سياسي أكثر مما هو اقتصادي. حالة الفساد موجودة منذ العام 1992 بعد انتهاء الحرب الأهلية وقيام الدولة ما سمي بالجمهورية الثانية، حالة الفساد موجودة ومرعية. وأنا أضيف مسألة أن هذه الطبقة السياسية التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من حالة فساد مستشري، أنا أقول بكل أسف الخارج الذي يشكو منها الآن ويقول إنها لا تطبق الإصلاحات المطلوبة من أجل تقديم مساعدات، هذا جزء من الخارج يرعى هذه الطبقة. علينا أن نتذكر في العام 2020 أستاذ جهاد عندما حصل انفجار مرفأ بيروت، خرج الناس في بيروت وفي لبنان في تظاهرات عارمة تطالب بإسقاط الحكومة وبرحيل الطبقة السياسية، وبالفعل استقال يومها الرئيس حسان دياب الحكومة، والطبقة السياسية عندما خرجت الناس تطالب برحيلها للأسف جاءنا الرئيس الفرنسي إلى بيروت يومها واستقبله الناس على أمل أنه سيقف معهم، لكنه نادى بتشكيل حكومة وطنية من هذه القوى السياسية الفاسدة التي وصلت الأمور إلى هذه الحالة في البلد. فالإشكالية في بنيتها الأساسية سياسية وتأخذ الآن منحا اقتصاديا، أنا تقديري صراع قوى سياسية في الساحة اللبنانية داخليا وخارجيا أيضا إقليميا ودوليا، ويدفع ثمنه الشعب اللبناني اليوم. نعم، طيب دعنا نسمع رأي الأستاذ إيلي أيضا في بيروت عندما يتحدث البنك الدولي في تقريره عن أن الفئة السياسية الحاكمة منذ مرحلة ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية، واستعمل عبارة تالية: حادت الطبقة الحاكمة أو النظام السياسي في لبنان حاد عن سياسة المالية العامة المنظمة والمنضبطة، واتبع ذلك بشكل ممنهج. يعني كيف يمكن أن تفسر لنا هذا الكلام، خصوصا وأن في هذه المدة جاءت شخصيات مهمة وعملت وأنتجت بنية تحتية، بنت بنية تحتية قوية ومؤسسة في لبنان مثل رفيق الحريري، كيف يمكن أن يمثل كلام البنك الدولي هنا؟ دولة مثل لبنان لا تعير أي اهتمام بالقرارات الدولية ذات الصلة المباشرة بالجمهورية اللبنانية، ومنها على سبيل المثال الحصر
القرار 1559 والقرار 1701، دولة تاركة حدودها، دولة ما بتعرف عدد الموظفين فيها. استاذنا لليوم ما في أرقام حقيقية وواقعية ومنطقية ودقيقة حول عدد الموظفين بالدولة اللبنانية. البعض يقول 250 ألف، البعض الآخر يقول 300 ألف، أمر منه طبيعي. ناهيك عن التهدج اللي حصل على مستوى بعض المؤسسات، ومنها مثلا موضوع الكهرباء. دولة بتصرف 53 مليار دولار على قطاع نتيجته صفر. هلأ أنا عم بحكيك والعتمة تظلل مساحة 10452 كيلومتر مربع، هيدي مش طايرة بعد بأي دولة بالعالم. يعني هذه كل اللي ذكرت لك إياهم هن جزء من كتير أمور لم تستطع هذه الدولة، بمعنى الدولة العميقة يعني اللي متمثلة بعدد من الحكومات المتتالية، إن تقدر تقدم ولو خطوة صغيرة. ناهيك عن أنه البنك الدولي وغيره دائما يشير إلى ضبط السلطة اللبنانية أن تكون السيدة الماسكة في قرارات الدولة، وهذا الأمر لم ولن يحصل في ظل وجود رئيس جمهورية يعمل في خدمة حزب الله، في ظل وجود رئيس حكومة كذلك الأمر عم بيسير حزب الله لكي يبقى بالسلطة. وما أدراك عن موظفين الدولة، نحن اليوم عم نحكي عن جمهورية ما فيها قضاء، ما فيها مالية، ما فيها كهرباء، ما فيها شؤون اجتماعية، ما فيها مستشفى، ما فيها مصرف. نحن عم نحكي ليس عن انهيار، نحن عم نحكي عن دمار شامل. حكينا سابقا عن الارتطام الكبير المزمع حصوله، نحن على قاب قوسين أو أدنى من السقوط الكبير في لبنان. لذلك نعول على أنه بدنا نفكفك العقد عقدة عقدة، وبتبلش تفكيك العقد من بعد 31 تشرين الأول 2022 بانتخاب رئيس جمهورية جديد لا يعمل في خدمة حزب الله. مشان هيك عم نشوف انه الامور تتراجع ولا تتقدم. هيدا الاستحقاق يلي اسمه رئاسة الجمهورية اساسي، وهو بداية، هو مدماك لننطلق منه لنقدر نبلش. طيب فكسك العقد، ما فينا نعمل اقتصاد سليم، عفوا ما فينا نعمل اقتصاد سليم اذا ما عندك سياسة سليم. هذا ما سنتحدث عنه بعد قليل أستاذ إلي، لكن في الاستوديو أستاذ طارق، يعني المشكلة في لبنان حقيقة معقدة جدا جدا. يعني أنت والسادة الضيوف تضعون المسؤولية على حزب الله والفريق الحاكم، أيضا جميع الأحزاب السياسية، لكن هذه الأحزاب السياسية والحكومات التي شكلتها والبرلمان، النواب الذين جاءوا إلى البرلمان، هم نتاج حواضن شعبية. يعني حزب الله الحاضن له حاضنة شيعية كبيرة، وسعد الحريري ونجيب ميقاتي له حاضنة سنية، وسمير جعجع في القوات اللبنانية له حاضنة مسيحية، وهكذا الرئيس ميشيل عون. أين المشكلة؟ هذه واحدة. ثانية، إذا ما طالت هذه الأزمة إلى أين يسير لبنان؟ المشكلة دعني ألخصها لك بالتالي: لا سيادة للقانون في لبنان. لبنان بلد لا تحترم فيه سيادة القانون، أو لا يوجد فيه سيادة للقانون. أي دولة في العالم تكون دولة متطورة أو تنشأ دولة حديثة أو دولة صاعدة أو دولة متقدمة، دائما لديها شعار أساسي هو سيادة القانون. ما معنى لا يوجد سيادة للقانون في لبنان؟ أي أن القانون لا يطبق في لبنان. المعنى العملي لهذا، وأن سأشرح لك، وأن الدستور لا يطبق في لبنان. فلنبدأ من هذا المعنى الأساسي: لا سيادة للقانون، أي أن تاجر المخدرات يزرع المخدرات ويصدرها والدولة لا تحاسبه. لماذا؟ أي أن المجرم يقتل ويذهب ويجرم ويقتل في سوريا وفي العراق وفي لبنان ويغتال ويفجر ولا أحد يحاسبه. هنا تكلم عن حزب الله. أي أن هناك من يسرق وزارة المالية ويسرق وزارة الكهرباء بمليارات الدولارات، أتكلم عن التيار الوطني الحر وعن حركة أمل، ولا أحد يحاسبه. أي أن القضاء لا يقوم بواجبه ولا أحد يحاسب أحد. أي أن تفجير مرفأ بيروت الذي حصل وذهب ضحيته المئات وشرد الآلاف وأصيبت مئات الأبنية، والدولة هي من تعطل التحقيق، وزير المالية لا يمضي مرسوم تعيين القضاة. هذا معنى سيادة القانون، أي أن الجميع متشارك في عدم سيادة القانون. أي أن هؤلاء الزعماء الطائفيين والأحزاب ارتضت أن تكون في الدولة وفي هذا العقد الاجتماعي تنفذ ما تريد من مصلحتها إذا كان القانون يناسبها. أما عندما يكون القانون لا يناسبها فنلجأ إلى العصبيات وإلى السلاح. كل ما لا يستطيع حزب الله تحقيقه بالسياسة يحققه بالاغتيال أو بالقتل. اليوم كان رئيس الحكومة يتكلم في الأمم المتحدة نجيب ميقاتي، نعم، لم يتكلم إلا عن قرار 1701 وبهيك عجل.
لم يتكلم عن 15 أو 50 الذي يتكلم عن سحب سلاح جميع الميليشيات. كيف يمكن أن أعيش أنا وأنت في دولة واحدة وأنت تحمل سلاح وتفاوضني وأنا أكلمك بالكلام؟ أتكلم هنا عن حزب الله. لم يتكلم عن تداعيات نتائج المحكمة الخاصة بلبنان. أنا منذ 4 سنوات في هذا البرنامج الكريم جلست معك في نفس المكان، تكلمنا وقلت لي أنت ماذا إذا أثبتت المحكمة الخاصة في لبنان أن حزب الله هو من قتل رفيق الحريري؟ الآن المحكمة أثبتت أن حزب الله والنظام الإيراني والسوري هم من قتلوا رفيق الحريري. هل طالب رئيس الحكومة على مبنى في مبنى الأمم المتحدة بمعاقبة حزب الله أو معاقبة إيران والنظام السوري على ما ارتكبوه بحق لبنان واللبنانيين؟ هذا معنى سيادة القانون، أي أنك تقتل وتجرم ولا أحد يحاسبك، بل ترقى، أي أنك كوزير تسرق وتصبح ثريا على حساب الدولة وتترطح لتكون تأخذ مركز آخر. هذا معنى غياب سيادة القانون، أي أن القانون فقط يطبق على الضعفاء وعلى الفقراء، يتطبق القانون فقط عن من يريد أن يبني بناء في أعلى الجرود ولا يحصل على رخصة فتذهب كل القوى الأمنية لتوقيفه. أما أن يكون مرفأ بيروت ومطار بيروت ممر للميليشيات والسلاح فلا أحد يستطيع أن يتكلم بلسانه. أي أن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وقل القضاء السياسيين يصفون اللاجئين السوريين بأنهم نازحين ويحرضون طائفيا عليهم في لبنان وفي الأمم المتحدة ويطلبون من المجتمع الدولي إعادتهم قصرا إلى سوريا دون أن يتكلموا أو أن يقولوا أن هناك ميليشيا لبنانية إرهابية ذهبت إلى سوريا ذبحت الشعب السوري قتلت الشعب السوري وهي من تسببت بالتهجير. غياب القانون عندما يذهب السني إلى سوريا أو ينصف الثورة السورية فيطبق عليه الحكم بالحبس بالمؤبد أو بالإعدام أو 20 سنة. أما الشيعي الطائفي التابع لميليشيا حزب الله الإرهابية الذي يقتل ويجرم فيذهب ويقتل ويجرم على مرأى والقوى الأمنية والقضائية وتفتح له الأبواب. هذا ما يسمى غياب سيادة القانون. نحن نريد قانون في لبنان حتى تعيد لبنان كدولة حقيقية. أولا أن يتساوى الجميع تحت سقف القانون وأن يحاسب المجرم كائنا من كان، المجرم السياسي، المجرم القانوني، المجرم الاقتصادي. طيب دعني أذهب إلى الأستاذ وائل. حقيقة في هذا الجلسة العاصفة بالصورة التشاؤمية حقيقة وحق لها أن تكون تشاؤمية في ظل الأرقام الصادرة، الشيء الوحيد الإيجابي والذي يدعو إلى التفاول هو ذاكرة الأستاذ طارق بعد 4 أعوام يتذكر السؤال الذي سألته إياه. أستاذ وائل، ثمة ارتباط عضوي بين ما هو سياسي واقتصادي في لبنان، وبما أن الوضع اللبناني الآن مستعصن فأي مضاعفات سياسية يمكن أن تنشأ عن الآن زيادة في الهجمات على المصارف والبنوك اللبنانية، تراجع في قيمة الاحتياطات، تراجع مخيف وخطير، انخفاض كبير ومتوالي في قيمة الليرة اللبنانية. حدثنا عن المضاعفات السياسية التي يمكن أن يشهدها لبنان مستقبلا. أقول أن هذه الحالة من الانهيار أو من التراجع أو من تفاقم الأزمة أظن أنه سيستمر إلى نهاية شهر تشرين الأول المقبل، وهو الموعد الذي تنتهي فيه ولاية رئيس الجمهورية ميشيل عون. بعد ذلك هناك تقديرات أن الأمور قد تصبح مفتوحة على انفراجات معينة وعلى حلول ولو كانت مرحلية أو جزئية لاعتبارات تتعلق بعضها بالداخل اللبناني وبعضها أيضا بما يجري في المحيط الإقليمي. لكن للأسف أقول من التداعيات التي يمكن أن تنشأ عن هذا التراجع وهذا التفاقم في الأزمة الاقتصادية والتي تنعكس سياسيا، كلما تقدمنا أكثر في هذه الأزمة كلما وربما وصلنا إلى الإطاحة في هذا النظام السياسي القائم حاليا لصالح إنتاج نظام سياسي قد تكون فيه غلبة لطرف من الأطراف ومن المكونات اللبنانية على المكونات الأخرى، وهذا بصراحة قد يهدد بالدخول بما يشبه الحرب الأهلية أو بالفوضى العارمة، لأنه لا أظن أن أحدا سيقبل بهذا الموضوع أن تكون هناك نوع غلبة لأي طرف سواء تمتع بالسلاح أو بالغطاء الخارجي أو بالتمويل أو بأي شيء آخر على حساب الأطراف. يجب أن يكون هناك لكن الغلبة اليوم متحققة وقد قبلها اللبنانيون مرغمين ربما. إلى الآن أقول لا، والدليل أن البعض يطرح في لبنان الانتقال إلى ما يشبه الحوار الداخلي من أجل
الانتقال إلى نظام سياسي آخر، وهذا محل رفض من قطاعات واسعة من اللبنانيين، على اعتبار أن الأولى من هذا الحوار خاصة في ظل انعدام التوازن الداخلي، الأولى هو الذهاب نحو تطبيق ما لم يطبق من وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، وطبعا بعد تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جمهورية جديد، التطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف وتأسيس مجلس شيوخ يكون ممثل للطوائف ومجلس نيابي خارج التمثيل الطائفي. نحن المشكلة الأساسية التي نعيشها في لبنان هي أن الفساد يحمي الطائفية والطائفية ترعى الفساد، فهناك علاقة جدلية بين كلا العنوانين، ونحن اللبنانيين نعيش في كنفهما وندفع الثمن. طيب. وأرباب السياسة وأرباب الطوائف للأسف الشديد يخيفوننا من بعضنا البعض، ثم بعد ذلك نحن الذين ندفع الأثمان. وهذا يستدعي الحديث عن سبل الخروج من هذه الحلقة المفرغة التي يدور فيها لبنان واللبنانيون منذ ربما عقود، هذا ما نبحثه بعد وقفة أخيرة، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من هذه الحلقة. سريعا أذهب إلى بيروت لأسأل الأستاذ إلي، برأيك في ظل هذه الدوامة التي يعيشها لبنان، ما الذي يحتاجه حتى يتوقف مسلسل الانهيار ويخرج يكسر هذه الحلقة ويخرج في النهاية إلى مرحلة، أو على الأقل الخطوة الأولى نحو مرحلة التعافي؟ خليني أكد على أنه الجو الضبابي والتشاؤمي لن يستمر طويلا. أنا فعلا متفائل جدا، ليس من باب يعني هيك التمنيات، لكن انطلاقا من الوقائع والمتغيرات الإقليمية والدولية. ما يحصل اليوم، إذا برائد ما يحصل في العراق مثلا على سبيل المثال، على مستوى الصراع الحاصل المستجد، على رفض الشعب العراقي هيمنة الإيرانيين عليهم، تعلم ونعلم كلنا بأنه هذه الهيمنة لن تطول في المنطقة، وهذا الأمر طبعا سينسحب على الواقع اللبناني. ليش عم بقول أنا متفائل؟ لأنه الإجراءات الدستورية اللي بدها تبلش بانتخاب رئيس جمهورية ويليها تشكيل حكومة، أعتقد أنه عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء. أكثر من هيك، حزب الله لن يستمر بما هو عليه، لا بقوته ولا بغطرسته ولا بسيطرته على الدولة اللبنانية، انطلاقا من وقائع استجدت بالمنطقة وبالعالم حول وضعيته. هون بدي أذكر أنه عندما كان يخوض حروب عباسية بالسابق كان يجد حاضنة شعبية له، اليوم ما في حاضنة شعبية لحزب الله. لذلك البداية ستكون بأول شيء احترام المواعيد الدستورية والوصول إلى الاستحقاقات بدءا من رئاسة الجمهورية. 2، الاتيان بحكومة تكون متحررة من كل قائد، من كل ضغط، من كل هيمنة. 3، وهي هو الأهم، الاتيان بأشخاص ما عليهم شبهات. اليوم معظم الوزراء، ما بدي أقول الكل، معظمهم في عليهم شبهات حول الإثراء غير المشروع، ناهيك عن العقوبات الدولية، ناهيك عن تورط بعض الوزراء واستدعائهم، وفي منهم في عليهم مذكرات توقيف غيابية أمام المحقق العدلي بجريمة اغتيال المرفأ. كل هذه الملفات تتعلق بالسياسة، منبلش فيها ومنروح الفكفك العقد عقدة، كهرباء، مستشفى، مصرف. لكن أنا متفائل جدا، وأنا واثق بأنه لبنان سينفض عنه هذا الغبار وسيعود من أول وجديد قبلي لكل دول العالم. أستاذ إلي، باختصار أستاذ إلي، أنا أبقى معك أستاذ إلي، هل برأيك من المنطقي ومن الصحي للبنان أن ينشأ تفاؤل النخب السياسية وأنت منهم من متغيرات خارجية وليس الداخلية؟ صديقي حضرتك بتعرف كثير منيح، وحضرتك قارئ سياسي جيد منهم، مش بس لبنان، اليوم لبنان وأمريكا والصين واليابان وفرنسا تأثروا مثلا
بالحرب الحاصلة بين الأوكرانيين والروس. العالم كله أصبح قرية صغيرة تتأثر بما يجري بآخر منطقة بآخر بلد بالعالم. اثنين، نعم لبنان يقع بين فكي كماشتين، الكماشة الإسرائيلية من مال والكماشة السورية، وهذه شغلة منا جديدة، هذه عمرها من عمر عشرات السنين، منذ عقود من الزمن، منذ ما قبل حصول الاستقلال سنة 1948. تقصد كماشة النظام السوري؟ نعم، هناك تجاذب دولي في لبنان، بدنا نكون واقعيين ونكون منطقيين. هذا الواقع شو بتعمل، كيف بتغيره؟ بس على الأقل، على الأقل حتى لو في تدخل خارجي، إنه أنت تكون بقلب بلدك مقدم مصلحة لبنان واللبنانيين على ما عداها من مصالح خارجية. طيب طبعا انما كان السؤال فقط لاعرف يعني وجهه النظر في موضوع التفاؤل. استاذ طارق، ارجع اليك لاسالك عن موضوع مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس، جمع او تعهد المانحون في اكثر من 40 دوله بمنح قروض ومنح للبنان بقيمه تقريبا 12 مليار دولار، وكذلك البنك الدولي بقيمه 3 مليارات دولار، لكن اشترطوا اصلاحات هيكليه سياسيه واقتصاديه، مع ذلك يشتكون من عدم احداث اي شيء. ما الذي يعوق؟ اذا ما تريد ان تتهم الطبقه السياسيه، ما هو من مصلحه الطبقه السياسيه ان يعود الرشد الى البلد، ان تعود البلد الى حالها الطبيعيه استمرارا لمصالحهم. يعني للاسف هذه الطبقه السياسيه كانها جاءت لتهدم لبنان. انا اتعجب من يعني من هذا الطرح الذي يطرحون، يعني مطرح صحيح حضرتك، ولكن اتعجب من تفكير الطبقه السياسيه كيف تتعاطى. هذه الطبقه السياسيه غير مباليه، هذه الطبقه السياسيه تكذب على نفسها وعلى اللبنانيين وعلى المجتمع الدولي. عندما تسمع كل المسؤولين في الحكومه اللبنانيه من رئيس الجمهوريه، رئيس طيب الحكومه، الوزراء، ارجو المعذره، بعيدا نعم عن لغه الاتهام. نعم نعم، لا حتى وضح. انا اريد ان افهم منك والساده المشاهدون يعني عمليه تعويق هذه الاصلاحات، لو نعم تحدثنا عنها كيف تتم، كيف يحصل ذلك؟ نعم، مثلا لو سمحت لي، مثلا عندما يتحدث هؤلاء جميعا عن تسهيل عمل التحقيق في جريمة مرفأ بيروت التي هي جريمة مهمة ضربت الأمن والسلم في لبنان وأثرت في المنطقة والعالم، وعندما تتعهد الحكومة في بيانها الرئاسي ولرئيس الفرنسي ماكرون مع بين قوسين يعني وللمجتمع الدولي أنها سوف تساعد في التحقيق، وترفض هذه الحكومة عبر وزير المالية توقيع مرسوم تعيين القضاة ليعرقل التحقيق، ترفض هذه الحكومة إعطاء الإذن بملاحقة بعض المتورطين من المدافع العامين عبر وزير الداخلية، ترفض هذه الحكومة تسيير عمل المحقق العدلي. كل هذا كيف هؤلاء يكذبون على المجتمع الدولي وعلى أنفسهم وعلى المجتمع اللبناني؟ عندما لا يتكلم أحد عن المشكلة الرئيسية الأساسية في لبنان والتي هي صلب المشكلة، وهي وجود سلاح غير شرعي في لبنان يقتل ويغتال. هذا لم أسمع أي رئيس حكومة منذ 10 سنوات حتى اللحظة، رئيس جمهورية اليوم في الأمم المتحدة، يتكلمون عن أساس مشكلة الأساسية في لبنان هذا الموضوع السلاح. عندما تحول الحكومة اللبنانية وتتعهد للمجتمع الدولي بالتزامها بالقانون الدولي وبميثاق جامعة الدول العربية، وتقول على أن إيران قدمت كل الخير للبنان، وإيران تتفاخر عبر مسؤوليها أنها هي من تحتل بيروت وأنها من تصدر الإرهاب إلى المنطقة، واليوم رئيس الحكومة في الأمم المتحدة يقول يعني كلام لا يليق، وثم يطلبون الدعم من الدول العربية ومن السعودية بالذات ويقولون نحن على الحياد. كيف هذا عندما يكون وزير خارجية لبنان هو الوزير الشرعي لنظام بشار الأسد يدافع عنه في الأمم المتحدة، عندما يكون أحد وزراء الإعلام في لبنان هو وزير نظام بشار الأسد، عندما تكون الحكومة اللبنانية هي الحكومة الخلفية التي أعاقت كل العقوبات الدولية وقانون قيصر وغيرها لدعم نظام بشار من أي مصلحة، من أجل مصلحة المال، من أجل مصلحة الفساد، من أجل المصالح القائمة بين النظام اللبناني والنظام السوري، على مصلحة من؟ مصلحة الشعب اللبناني، على مصلحة الإنسان اللبناني. الناس اليوم في لبنان تعيش حالة فقر مدقع، الناس لا تجد لقمة تأكلها، لا تجد ثمن دواء، هذا يدفع الموظف نصف ثمن راتبه للقاء أن يعبي نصف تانكة بنزين. إذن المشكلة الرئيسية في لبنان دعني أكون أنها في الطبقة السياسية التي تحكم لبنان، في كذلك عدم تطبيق سيادة القانون، وفي أن هذه الطبقة متآمرة على الشعب اللبناني. وعندما أقول متآمرة أقول بمجملها، وهذا ليس كلام افتراء وإنما هو حقيقة وواقع. عندما هربوا أموالهم كلهم إلى الخارج وذهبت وسرقت أموال اللبنانيين دون أن يبالوا. طيب أستاذ وائل، يعني السعودية أبدت يعني استعدادها للمساعدة، وكذلك فرنسا، مليارات الدولارات ستقدم للبنان، ولبنان يحتاج إلى هذه المليارات حتى يستعيد شيئا من عافيته، لكن المشكلة في عدم الإصلاح. برأيك من بيده الحل؟ يستطيع أن يقدم شيئا للبنان حتى يعني ينهض من عثرته الخطيرة هذه؟
أريد أن أقول مسألة أول. الطبقة السياسية في لبنان ربما ينطبق عليها المثل الذي يقول من أمن العقاب أساء الأدب. بمعنى آخر المجتمع الدولي الذي نتحدث عنه هو الذي شكل بالنسبة لها غطاء. أنا قناعتي هذه، كما حصل في الجوار العربي لما ارتكبت المجازر، المجتمع الدولي هو الذي شكل غطاء لمرتكبي المجازر، ثم بعد ذلك جاء يطالبنا هذا المجتمع لماذا فعلتم ولماذا لم تفعلون. فيما يتعلق بالسؤال الذي تفضلت به أستاذ جهاد، أنا قناعتي للأسف لبنان بات ساحة لتصفية الحسابات وللقوى والفاعلة إقليميا ودوليا، ونحن ليس إحباطا وليس نحن اللبنانيين لم يعد بإمكاننا للأسف الشديد أن نفعل شيء، لأننا تحولنا إلى رعاية لهذه القوى الفاعلة، كل اللبنانيين تقريبا، حتى الطرف الآخر الذي ينادي ويقول إنه يريد أن يساعد لبنان هو يضع شروطا ويضع بعض المحددات التي على أساسها يريد أن يساعد، فهو أيضا يدخل إلى الساحة اللبنانية من بوابة التأثير ومن بوابة التوازنات، من بوابة استخدامها كساحة. للأسف نقع تحت هذا التأثير. الخروج من هذه الدوامة يكون من خلال إلى ما حصل التسوية، وعلى صعيد المنطقة بين القوى الفاعلة الكبرى والإقليمية، أن ذلك يمكن أن يخرج لبنان مرحليا وجزئيا من هذه الدوامة ومن هذه الأزمة يرتاح قليلا، أشبه تكون باستراحة الحرب أكثر مما هي حال دائم للأسف. نعم. هذه يجب أن نعترف بها نحن اللبنانيين. كان هناك، لو سمحت لي بس فقط إشارة سريعة، كان أمامنا نحن فرصة ذهبية في لبنان في انتفاضة 17 من تشرين 2019، عندما خرجنا من التقوقع والمربع الطائفي والمذهبي والمناطقي والسياسي، وكان بإمكاننا أن نقتلع هذه الطبقة السياسية وفساد هذه الطبقة السياسية، لكنها للأسف تغلبت علينا عندما استخدمت الطائفية والمذهبية من جديد وأعادتنا إلى هذا المربع، وللأسف الشديد نعاني. طيب. الآن مما نعاني. لذلك كله يعني أسأل الأستاذ إلي، هل خرجت الحلول من يد اللبنانيين، حلول المشكلة اللبنانية هل خرجت من يد اللبنانيين وبات الحل بالتدويل برأيك؟ ولا مرة بيخرج الحل من ايد اللبنانيين، دائما في مساعدة من الخارج، لكن اللبناني بده يساعد حاله. منذ أقل من شهر ونصف التقينا كجبهة سيادية مع أمين عام جامعة الدول العربية وفريقه ببيروت عندما كان هناك قمة عربية، وسألنا سؤال مباشر وواضح، أنتوا كلبنانيين شو بدكم؟ هذا السؤال عم نسمعه عندما نلتقي كل الأطراف، كان بأوروبا أو بأمريكا، هن ضايعين، كاملين نحن شو بدنا. لكن توحيد الرؤى إن كان الاقتصادية أو المالية تستلزم حكومة حقيقية مركزية تحكم وغير محكومة، ماسكة وغير ممسوكة. لذلك أنه لا، الحلول اللبنانية جاهزة. أنا بعتقد أنه القوانين اللبنانية منا سيئة، هي بحاجة لتطبيق. هناك مراسيم وتشريعات بلبنان متقدمة جدا، لكن ما يعوق هذه المراسيم وتطبيقها هو قوى الأمر الواقع. على سبيل المثال، مثلا الفلتان الحاصل على مستوى الحدود، سوريا ترفض ترسيم الحدود مع لبنان أو ضبط الحدود. وهون بتجي مسؤولية المجتمع الدولي ليساعدنا لحتى على الأقل نبلش من مكان ما. طيب يعني أدركنا الوقت أستاذ طارق، وتريد تعليق بنصف دقيقة معنا. نحن دائما الحل هو صحيح مساعدة خارجية له تأثير، خاصة في متعلق بتطبيق القرارات الدولية، وهذا أمر مهم، ولكن الحل هو لبناني. على اللبنانيين أن يؤمنوا أن هناك دولة وقانون وسيادة ومساواة بين الجميع. والأمر الآخر المهم، لا نستطيع دائما أن نساوي بين التدخلات الخارجية والمساعدات الخارجية. عندما تقوم إيران بدعم ميليشيات إرهابية في لبنان وتقديم السلاح لهم على حساب أمنه واقتصاد وسياسة لبنان، لا نستطيع أن نقارنها بالدول العربية وبالسعودية مثلا، التي تقدم مثلا، أو قطر أو الإمارات أو الكويت، الذين يقدمون من أجل مساعدة الشعب اللبناني وينادون بتطبيق الدستور اللبناني. هناك فرق كبير بين من يريد أن يعطيك الأموال والمساعدات
لتحكم أنت باسم الدستور اللبناني، وبينما أن يعطيك السلاح والمخدرات والإرهاب ليحكم هو باسم الميليشيا. أشكرك. هذا الفرق كبير. أشكرك. ختاما مشاهدينا الكرام، أشكر ضيوفي الفضلاء في الاستوديو، طارق شندب أستاذ العلوم السياسية، ومن بيروت عبر سكايب وائل نجم الكاتب والباحث، وكذلك من بيروت عبر الهاتف إلي محفوظ رئيس حركة التغيير. كل الشكر لكم على طيب المتابعة. دمتم في حراسة الله.